يا مسافر عليكم، معك عبد الرحمن وبداية فيديو جديد. في النهاردة ازاي تعرف مين شاهد البروفايل بتاعك او الملف الشخصي بتاعك على التيك توك؟ فالتيك توك اضاف ميزة جديدة، لو دخلنا احنا على التيك توك ودوسنا على البريد الوارد بتاع التيك توك هنلاقي اضاف لها ميزة مشاهدات الملف الشخصي. عشان افعل الميزة بندوس على كلمة مشاهدة الملف الشخصي، ولو انت ما ظهرتلكش ميزة ازاي نفعل ميزة لو ما ظهرتلكش، هندوس على كلمة مشاهدات الملف الشخصي. بعد كده هنا بيقول لك ان الاشخاص اللي هم ان انت تقدر تشوفهم اللي هم شاهدوا الملف بتاعك لازم يكونوا مفعلين ميزة مشاهدة الملف الشخصي، يعني لازم الاشخاص اللي انت تعرف اللي هم شاهدوا الملف بتاعك او البروفايل بتاعك لازم هم مفعلين نفس الميزة اللي انت هتفعلها. فبندوس على كلمة تشغيل يا شباب، كده اشتغلت معانا الميزة، وبعد كده هتحولنا تلقائيا لأول واحد شاهد لنا الملف الشخصي. طبعا ده أول واحد شاهد الملف بتاعي الشخصي أو دخل على البروفايل بتاعي. طيب انت لو ما عندكش الميزة دي وعايز تفعلها، موضوع سهل بسيط، هندوس على كلمة رجوع تشابه، هندوس على الخيارات اللي فوق دي هندوس عليها، بعد كده ندوس على كلمة العادات والخصوصية، بعد كده الخصوصية، بعد كده بنندلها تحت يا شباب ونروح على خيار مشاهدات الملف الشخصي. طبعا انت كده مش بتبقى فعلة، يعني بتبقى بالشكل ده مش مفعلة، فبندوس على تم التفعيل فتظل. ده شباب لو مظهرتش عندك الميزة دي فالموضوع ما تقلقش، موضوع أمر طبيعي. هو بتندلل بعض الحسابات وكام يوم أو ممكن أسبوع وتندللك، هي بتندلل الحسابات بالتدريج. وبس كده، بكده شباب كل الفيديو بتاعنا خلص، عارف يعمل لايك واشتراك في القناة.